ربنا عز وجل انتوا بتفكروا خلقنا وبعثنا انبياء وجاهدوا وحاربوا ونزل شرائع عشان هو بحاجة الى صلاتنا وصيامنا؟ هيك بنفكر؟ لا، الله مش بحاجة لا لصلاتنا ولا لصيامنا، اصلا ما بيستفيد من عبادتنا ولا بينضر من معاصينا. وهذا الكلام مش كلامي، هذا كلام امير المؤمنين صلوات الله عليه لما نجاوب ذلك الذي سأله صف لي المتقين في خطبة المتقين، وقال له إن الله تعالى خلق الخلق حين خلقهم غنيا عن طاعتهم آمنا من معصيتهم، لأنه لا تنفعه طاعة من أطاعه ولا تضره معصية من عصاه. الله مش بحاجة إلنا، ولكن جعل هذه العبادات جعلها وسيلة ارتباط يربطنا بربنا عز وجل، حتى دائما نتذكر الله. من في الصبح نتذكره ونصلي، من الظهر نتذكره ونصلي، العصر، المغرب، العشاء، كل النهار نتذكر ربنا ونصلي. هذه الصلاة اللي احنا نصليها تأخذ بإيدنا نحو إصلاح أخلاقنا، نصلح أخلاقنا مع جارنا، مع عائلتنا، مع أولادنا، مع أهلنا. مع الأسف إنه الناس في العالم الإسلامي بشكل عام بيصلوا، ولكن صلاتهم لا يحملونها إلى ميدان عملهم. الصلاة بس خلص الصلاة الواحد بلف السجادة وبلف الصلاة بقلب السجادة وبشيلها بالخزانة ويخرج للمجتمع بلا صلاة، لأنه حطها بلب السجادة بيخرج إلى المجتمع بلا صلاة. ولهذا بنائر وبخانق وبيعيط وبيكذب وبيسرق وبيخون وبيخدع وبيغش، بيعمل كل المنكرات لأنه صلاته مش معه. والقرآن شو بيقول؟ أقم الصلاة، خليها مستقيمة، خليها جالسة، جلس صلاتك، إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. والصلاة اللي ما بتنهى عن فحشاء ولا منكر هذه مش صلاة ولا عبادة. بعد هالمقدمة هذه بدي أقدم طلب من الإخوة الكرام. طلبي أنه نحن كلنا نعيد النظر في فهمنا للدين من جهة، وفي علاقاتنا مع ربنا من جهة، وفي تعاطينا مع الناس من جهة أخرى. هالأمور هذه نعيد النظر فيها، نشوف وين الثغرات الموجودة بحياتنا ونغيرها. مش عيب انه الانسان يغلط، صدقوني الغلط مش عيب، العيب هو الاصرار على الخطأ. يعند الواحد ويقول لا انا مش غلطان، هذا العيب. اما واحد يغلط كلنا بنغلط، ما دام نحن مش معصومين معرضين للخطأ. الفضيلة وين؟ انه لما بنلتفت للغلط نتراجع، ما نضلنا مصرين على الخطأ وانه نحن على حق. لهذا بطلب من نفسي أولا ومن كل من يسمعني أنه نعيد النظر في علاقاتنا ونوزن أعمالنا وعلاقاتنا على هذا الأساس. ترى هل صلاتنا فيها أخلاق؟ تعملنا أخلاق ولا لا؟ هل صومنا بيعملنا أخلاق ولا لا؟ حجنا بيعملنا أخلاق ولا لا؟ زكاتنا لما ندفع مال تعملنا أخلاق والله لا؟ إذا كانت عباداتنا تصنع الأخلاق إلنا، بتعملنا أخلاق، نحن عبدنا الله. وإذا كان عباداتنا ما بتأثر بأخلاقنا وبطباعنا ولا شيء، ما إلا ولا قيمة. بتكون طباعنا هي المتحكم فينا مش المتحكم فينا لا شرع ربنا ولا عباداتنا ولا أخلاقنا. المتحكم فينا الطبع. وكم في البشر من طباع سيئة إذا تحكمت فيهم ما بيقدروا في حالات الغضب أن يملكوا أنفسهم ولا بشكل من الأشكال.